مرحبا واهلا وسهلا فيكم مع حلقه جديده من رجا توكينج لايف. الحلقه اليوم تبعتنا حنكمل فيها الحكي عن الطاقه اللي موجوده حوالينا علشان نقدر نستخدمها لمصلحتنا وتخلينا سعداء بدل ما احنا نكون نكدين. So, أنا هحط لكم الفيديو اللي حكيت الماضي اللي حكيت فيه عن الطاقة تبعت سنة 2021، وزي ما حكيت وقتها السنة هاي مليئة حتكون بالتحديات والتغييرات، والطريقة الوحيدة إنه إحنا نتعامل معها إنه نكون سلسين ومرنين ونبقى كمان نحاول إنه إحنا ما نوقف في طريق التغييرات اللي بتيجي في حياتنا. هحط لكم الفيديو علشان تشوفوه بالتفصيل. اليوم أنا حبيت أحكي عن الطاقة تبعت سنة 21. أنا حقول 21 لأنه أسهل. So, سنة 2021 حكينا عن الطاقة تبعتها. هلا بدنا نحكي عن طاقة شهر واحد. السنة عامة أول 6 شهور هلأ من السنة حنحس بتعب كتير، والتعب هاد جاي من الطاقة اللي تعاملنا فيها مع سنة 2020 كانت صعبة كتير، بس صعوبة الطاقة تبعتها غير عن صعوبة طاقة سنة 2021. So, 2021 اولها اول 6 شهور الطاقه لسه ما حتبقى كتير عم تتحرك بسهوله، حيكون فيها كتير تغييرات، هاي حتتعبنا حترهقنا، لانه التغيير الكتير والمفاجئ حيبقى متعب ما عاد فينا نلحق عليه. فعشان هيك انا عم بقول انه ناخدها ايزي شوي شوي، وكل ما بيجي تحدي نتعامل معه نخلص منه وبيجي للتحدي اللي بعده. سو شهر واحد حيكون شهر بطيء كتير، الطاقة فيه ما عم تتحرك بسرعة، احنا لسه ببداية السنة. سو ها يلا بدها تعمل warm up، بدها تدفي شوي شوي علشان تيجي للطاقة اللي بدنا إياها. فبما إنه حيكون بطيء كتير، هاي فرصة كويسة إلنا إنه إحنا نقدر نتعامل مع هاي التغييرات اللي بتجينا، لأنه إذا التغيير بيجي بسرعة وإحنا ما قاعدين عم نبطئ علشان نعرف كيف نتعامل معه ونفكر بالحلول اللي بدنا إياها للتحدي اللي قدامنا، بن إحنا مو حنقدر نوصل لأي حل إيجابي اللي يساعدنا نمشي بحياتنا. الشغلة الثانية إنه الطاقة تبعت شهر واحد حتبقى كويسة بطريقة إنه هو كله حيساعدنا إنه إحنا ندير بالنا على حالنا. إيش معناها؟ معناها إنه إحنا كلنا تعبانين من 2020 وداخلين كمان ب 2021 اللي الطاقة تبعتها كمان طاقة متعبة، حتهلكنا، حتستنزف قوانا، لأنه حتكون فيها كتير تغييرات وتحديات. فشهر واحد هي فرصة كويسة إلنا إنه إحنا ندير بالنا على حالنا، إنه ناخد الوقت من حياتنا علشان إلنا. I know إنه عنا عائلات وعنا أولاد وعنا شغل وعنا أشياء كتيرة اللي ما تخلينا نقعد وناخد بس حتى لو ربع ساعة لإلنا، بس هاي الربع ساعة حتى لو أخدتوها بس كل يوم ربع ساعة لمثلا بس تسمع موسيقى، تروحي مثلا تعمل مديتيشن، أو إنه الواحد يروح يمشي. هلأ ما فينا طبعا مع الكوارنتين والبرد اللي عنا بكندا، بس ممكن يمشي جوا، ممكن يحضر فيديو رياضة على الانترنت. ففي أشياء كتيرة فيرتشولي ممكن الواحد يعملها ليدير باله على حاله. إذا في مكان مفتوح you can go مثلا لمساج، لفيزيو، لأي إشي اللي تدير بالك على جسمك، أو حتى ياخد حمام
ابسم سولتس اللي يريح الجسم من التعب. اي شيء من هاي الاشياء هي ممكن تكون كتير مفيدة هلا إذا بنعملها. طبعا هي مفروض نعملها دايما، بس كمان بتساعدنا أكتر بهذا الشهر، لأنه الطاقة تبعت شهر واحد حتساعدنا إنه إحنا ندير بالنا على حالنا. ولما إحنا ندير بالنا على حالنا حنقدر أكتر ندير بالنا على اللي حوالينا. بيكون خلقنا طويل، ما منتنرفز بسرعة، لأنه منبقى إحنا مرتاحين. وزي ما أنتوا عارفين، أنا الهدف تبع القناة تبعتي إنه أنا دايماً أحكي كيف إحنا نكون سعداء، كيف نطور حالنا، كيف نوسع مدارك أفكارنا. وما بنقدر نعمل هذا الحكي إذا إحنا كنا مضغوطين، لأنه الضغوطات اليومية حتمنعنا من إنه إحنا نكون على تواصل مع أنفسنا، علشان نعرف كيف إحنا ننجح في حياتنا وفي علاقاتنا وفي مع أولادنا ومع الناس اللي حوالينا. So خبروني شو بتحبوا أنتوا تعملوا كوسيلة لإنه الواحد العناية بالنفس، غير الصلاة وغير العبادات، الأشياء اللي أنت ممكن تدير بالك فيها على حالك جديدة، يعني شغلة جديدة. حاولوا تفكروا بشغلة واحدة جديدة إنه تعملوها وما عملتوها قبل هيك، وشوفوا كيف الفائدة تبعتها بتكون. يلا شكراً كتير عسماحكم إلي بحياتكم، وعلى كم دقيقة اللي أنا بقضيها معكم. ولو سمحتوا شاركوا بالقناة وشاركوها مع التانيين، اعملوا سبسكريبشن، لايك فيديو، ثامز أب للفيديو، علشان إنه تقدر الرسالة هاي توصل لأكبر عدد من الناس، ويقدروا كمان هم يعرفوا كيف يتعاملوا مع الطاقة ويكونوا كمان مبسوطين بحياتهم. الله معكم، وشكراً كتير، مع السلامة. أشوفكم بالطاقة تبعت شهر فبراير المرة الجاية إن شاء الله. باي باي.